لك الأستاذ فهد، معاكم محمد الفنتوخ وأنا ديمة العجلان، وراح أبدأ معاكم بأول خبر انتشر لطفل يبكي بعد خسارة النصر بهدفين في الشوط الأول. هذا تعصب رياضي ولازم نتقبل الخسارة. الخبر الثاني عن 150 طفلا سوريا يقومون بحملة لمساعدة ومساندة المسنين في تركيا. يعطيهم ألف عافية. الخبر الثالث عن فيديو انتشر على الإنترنت لطفل يعبر عن فرحته بانتقالهم لبيت جديد. خلونا نشوف المقطع. ثلاثة والله المفروض الواحد يحمد ربه على النعمة اللي هو فيها. والله حلوة البساطة. الخبر الرابع 260 طفلا حول العالم في سن الدراسي بس ما يروحون المدرسة. المفروض الناس يروحون المناطق فيها مدارس. وكانت هذه أخبارنا، نشوفكم في حلقة ثانية. مع السلامة. مع السلامة.